الفطار المطرية الحقيقة ليه أجواءه الخاصة جدا، خاصة بقى بعد الفطار. يعني احنا رصدنا لحضراتكم الكواليس قبل الفطار، لكن بعد الفطار اللمة برضو بتحلى جدا جدا، وخاصة كمان لما تلاقي شخصيات مرموقة في مجتمعنا المصري هي اللي كانت بتسعى انها تحضر فطار المطرية السنة دي 2024، زي دكتور أسامة الأزهري اللي مشرفنا ومنورنا على شاشة اكسترا نيوز، المستشار الديني رئيس الجمهورية. دكتور اهلا وسهلا بحضرتك ورمضان كريم. اهلا وسهلا وكل سنة وحضرتك بألف خير. وحضرتك بألف خير. حضرتك في احد اللقاءات التلفزيونية اشرت وقلت انا نفسي يتوجه لي الدعوة لفطار المطرية، ده كان سببه ايه او ايه الدافع اللي حضرتك طلبت منه كده؟ والله في رمضان اللي فات لفت نظري بشدة مشاهد مبهرة منتشرة على السوشيال ميديا وفي اماكن مختلفة لافطار المطرية. المشهد لما شفته في رمضان اللي فات كان مبهر الى اقصى درجة، كان مشهد انساني ومشهد مصري اصيل من الدرجة الاولى. اندهشت من هذا الكم المهول من الناس، ازاي قدروا يعيشوا مع بعض ويصنعوا مع بعض هذه اللحظة من لحظات السعادة. المشهد ده فضل عالق في ذاكرتي لا انساه، لعمقه ولضخامته ولانسانيته ولمصريته. لما جه رمضان، قرب رمضان السنة دي، كنت مع الأستاذ أسامة كمال في مساء دي ام سي، وجه ذكر الإفطار فتجددت ذكرياتي التي حفرت في أعماقي وفي وجداني عن هذا المشهد الفاخر والمشرف. وقلت فعلا على الهوى أنه أنا أحيي كل صناع هذا المشهد، وده مشهد إحنا كمصريين نفتخر به قدام العالم. وطلبت من كل القائمين عليه أنه يشرفوني بدعوتي على المكان، أتشرف أكون بين أهلي في الكرام في المطرية في هذه اللحظة النادرة والسعيدة. تشرفت بتلقي الدعوة، وأنا النهاردة الحمد لله ما بين أهلنا الكرام في المطرية. إيه شعور بقى حضرتك وإنت وسط ناسنا كده وأهلنا، والترحيب الشديد جدا بدكتور أسامة يعني من بداية الفطار؟ ربنا يخليك. هو يعني كل الانطباع الفاخر والمشرف اللي كان عندي لما شفت الصور والفيديوهات شيء، ومعايشة الحدث على أرض الواقع شيء آخر تماما. الفعالية على أرض الواقع طاقة جبارة من الدفء، من الإنسانية، من الحفاوة، من الكرم، من الأمان، من التعاون، من حرص الكل على أن يتيح وقت سعادة للناس جميعا، من إقامة هذا الحدث الضخم الممتد على مدى شوارع واللي فيه فوق 20,000 إنسان بجهود ذاتية من أهلنا الكرام في البيوت، أمهاتنا الكرام وشقيقتنا والسيدات والفتيات والسادة الكرام، هم اللي صنعوا كل شيء بإيديهم. ده شيء عميق جدا ومؤثر جدا. كمان يضاف إلى ذلك، يعني بعيدا عن ضخامة الحدث ذاته اللي تفضلوا من كرمهم وقابلوني به من الترحيب والحفاوة والكرم، ده شيء يأثر ويملك، يؤثر في قلبي جدا، يزيدني احتراما وإكبارا لهذا الحدث ولهذا المشهد ولهؤلاء الناس الكرام الأعزاء على قلبي. إفطار المطرية أنا أستطيع أن أقول إنه حدث مصري أصيل معبر عن روح الإنسان المصري، بيحفر في أعماق وجدان الإنسان المصري ويزيح كم كبير من الركام الذي ربما رأيناه في سنوات مضت، ويعود بنا إلى المعدن الأصيل للإنسان المصري السعيد الودود المرح اللي فرحان بربنا وفرحان برمضان. يعني كمان هذا المشهد الجبار بكل هذا الكم المهول من الناس في جو من الروحانية وفي جو من الحضور وفي جو من الفرح برمضان، الزينة المعلقة، الجرافيتي المنحوت، العبارات المكتوبة، فرحة الفطار نفسها بالبلالين، لحظة انطلاق الأذان والبلالين اللي بتلقى من كل النوافذ والبلكونات والبيوت. أنا الحقيقة أستطيع أن أقول للعالم بأكمله هذه بلدي وهؤلاء أهلي، أهل المطرية الكرام، هذه الشريحة من أبناء مصر التي أعتز بها وأفتخر بها أمام العالم. أنا أستغل هذا المنبر الكريم في ضيافة حضرتك إلى أن أوجه التحية والتقدير والاحترام العميق والحب العميق لكل إنسان في حي المطرية، لكل هذه البيوت الكريمة، لكل الشباب القائم ولجان التنظيم والتنسيق، لكل أم كريمة سهرت على مدى أيام
هي وأهلها وأسرتها تتعب في التحضير لهذا الحدث. أنا اليوم في قمة السعادة، في محلق في آفاق السماء، أتمنى في رمضان القادم أن أكون جزء مش فقط ضيف على المكان، بل إن أنا آجي من أول اليوم أتشرف بالمساعدة في الخدمة وتنسيق المشهد وتنظيمه. أحيي أهلنا الكرام في المطرية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية. أنا عايز أضيف حاجة. فضل. طبعا من أعظم معالم الفرح والسرور ان وجود معالي الوزيرة نبيلة مكرم طبعا، اللي فرحنا جدا بوجودها، واللي فرحنا احنا على مائدة واحدة ان انا اتناول افطار رمضان، وان معالي الوزيرة تتناول الافطار الصيامي في مشهد نادر وعميق، وهو حقيقة وجودنا المصري. احنا كلنا كمصريين هكذا وبهذه الروح عشنا معا وصنعنا الحضارة بهذه الروح، وبهذه الروح سنعيش معا دائما ان شاء الله. حقيقة طبعا انا بشكر حضرتك يا دكتور أسامة.